بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المحاضرة سنتحدث عن قواعد البيانات وكيفية إنشاء هذه القواعد من خلال لوحة التحكم سيبانل. في البوكس الخاص بالداتابيز اللي يظهر أمامك، هذا البوكس في ماي اكس كيو ال داتابيزز والويزارد والبي اتش بي ماي ادمن وريموت ماي اس كيو ال. عشان اعمل عمليه انشاء للداتابيز واعمل انشاء عمليه اداره للداتابيز، بضغط على ماي اس كيو ال داتابيز. فيها بيصير بامكانك انك تنشئ داتابيز، تنشئ يوزر ليهم صلاحيات على الداتابيز. من حقك كمان ان انت تعمل عمليه حذف واضافه صلاحيات وما شابه. في البوكس الاول امامك بتضيف اسم الداتابيز وليكن تيست 2. كل داتابيز الاسم بدايته هو عبارة عن اسم الادمن الخاص بلوحة التحكم، فكل قواعد البيانات تبدأ بهذا الاسم، بعد كده underscore، وبعدين بضيف الاسم اللي بيخصني، بعد كده بندوس create database. بمجرد ما يتم انشاء الداتابيز، الان تم انشائها، بنعمل go back عشان نبدأ نضيف users للداتابيز. هذه المفترض كل داتابيز لها يوزر، يعني هذا داتابيز عندي تزكى تيست 2 ملهاش يوزر، لازم اضيف لها الان يوزر انا عشان يقدر يتفاعل معاها. اليوزر وليكن مفرة مثلا 1، والباسورد تبعته ولتكن، نعمل الباسورد كمان مرة. تمام، لما يصير تطابق في الباسورد بعمل كرييت يوزر، بينشأ عندي يوزر تمام بالباسورد اللي انت شايفها. بعمل كده برجع، الان صار في عندي داتابيز وصار في عندي لها يوزر، بدي اربط الاثنين مع بعض. لسه الان ما ارتبطوش، زي ما انت شايف هنا ما فيش ربط، لازم اربط الداتابيز مع اليوزر عشان يقدر يتفاعل معاها ويقدر يعطيها، ياخذ منها او يعطيها. عشان كده من القائمه هذه من اليوزر باخذ انا اليوزر اللي انشاته ام ار فر مثلا على الداتابيز اللي انا انشاتها ديست 2 تمام، وبعد كده ببدا اقول انا التنفيذ اد. الان عمليه تضيف يوزر للداتابيز ما بتتمش مباشره، لازم تقول له ايش هي الصلاحيات اللي لازم لهذا اليوزر، هل يقدر يعمل كل الصلاحيات اول بريفليجز، ولا حتعطيه صلاحيات معينه زي مثلا سيلكت فقط او ابديت فقط او ما شابه. وليكن فقط سيلكت، وبعمل ميك تشينجز، يعني هو بيقدر بس يشوف المعلومات اللي في الداتابيز ويقدر انه يستعيدها. الان جو باك، الان اصبح في عندك داتابيز وفي عندك يوزر له مجموعه صلاحيات على الداتابيز الموجوده.